هذا الاتصال. هذا يوم حزين، هذا يوم حزين ويوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية. اليوم كلنا فجعنا بهذا الخبر المفجع لنا كصحفيين فلسطينيين. شيرين أبو عاقلي أيقونة للإعلام الفلسطيني، واحدة من أبرز إعلاميينها الإعلاميين. أنا على الصعيد الشخصي بدأت مسيرتي الإعلامية أنا وشيرين وعدد من الزملاء، وأعرف مهنيتها وقدراتها بالضبط، وأعرف جرأتها بالتغطية الإعلامية. شيرين لم تكن صحفية عادية، ولكن هذا اليوم تم إعدامها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. نحن نقول أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت شيرين. اليوم يرتفع عدد شهدائنا الصحفيين إلى 55 شهيدا منذ عام 2000، وأكثر من 7000 اعتداء وجريمة من عام 2013. كل هذه الجرائم تؤكد أن هناك مجزرة بحق الإعلام الفلسطيني ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي. الجريمة اليوم والإعدام اليوم يعني جريمة مكتملة الأركان نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقرار مسبق وبنية القتل. مشكلة. يلا يلا.